اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن صفات ومميزات واسرار وخفايا الابراج، واخترنا النهارده برج ترابي وبرج الجدي. يا جماعه الفيديو ده معمول على شرف 3 اشخاص من مواليد برج الجدي، انا حبيت اهدي لهم الفيديو ده، وهم عمر جوز اختي وكمان محمد اخويا بلس سلمى هشام صاحبتي او بنت صاحبتي سالي البطوطي. شفتوا بقى خلاص، يعني عمر الشورى ومحمد ربيع وسلمى هشام. فانا عشان حبيت اقولهم كل سنه وانتم طيبين، فقلت اعملها لهم بطريقتي واعمل لهم فيديو نتكلم فيه عن صفات واسرار وهفضحكم يا جماعه. ماشي، برج الجدي الترابي الجميل، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل مواليد برج الجدي طيبين. ايه بقى صفات برج الجدي الفظيع ده؟ اول حاجه يا جماعه كوكبه زحل. زحل ده هو كوكب السلطه، كوكب النفوذ، كوكب القوه، كوكب المانجمنت اللي هو الاداره. هو كوكب مميز، فيه قوه كده، فيه صرامه يعني. طيب هو مواليد من اول 22/12 لحد يوم 19/1، يعني هو البرج الوحيد اللي بيقع ما بين سنتين، يعني بيجمع ما بين سنتين، سنه فاتت وسنه جايه، فده بيخليه برج متميز. شخص طموح جدا جدا جدا. استحالة تقابل شخص من برج الجدي مش طموح، مش عملي، مش منطقي، شخص منطقي عنيد 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 عنيد. اسألوني انا يا جماعة، انا خبرة بقول لكم اخويا وجوز اختي وصاحبتي الانتيم يعني. فهو شخص عنيد جدا، طموح، بيحب شغل، عاشق للشغله، عاشق للريادة، عاشق للإدارة، شخصية قيادية قوية جدا جدا. سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، سيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، برج الجدي. فاهمين يعني ايه برج الجدي؟ طيب لو احنا هنقول هو شخص عقلاني ولا عاطفي، لا هو شخص عقلاني، يعني العقل بتاعه بيتحكم فيه بنسبة من 70-80%، وعنده 20-30% هيبقى عاطفة ورومانسية. بالرغم من ان هو بيبان صارم وصلب، الا ان هو شخص حنين جدا. يا جماعة على فكرة برج الجدي من الابراج الحنينة، بس هو مش بيبين حنيته، ما بيعرفش يقول كلام حلو كتير، بس افعاله بتتحدث عنه، يعني زيه زي اخوه كده الطور، زي اخوه برضو العذراء، التلاتة دولت بيعبروا عن افعالهم بالفعل لا بالقول، يعني اتكلم زي ما انت عايز، مش مهم عندي الكلام، اهم حاجة عندي افعالك بتقول ايه. طيب هو برج ترابي، يعني ايه ترابي؟ يعني down to earth، يعني جاي من الارض. الارض دي بتدي صلابة، بتدي قوة، بتدي صلابة رأي، يعني مش سهل يغير رأيه. شخص روتيني، كلاسيكي جدا جدا، شخص يعني صبور 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 من هنا حد بكرة الصبح. هو ناس صبورة كده، هادية، رزينة، تقيلة. برج الدلو، برج الجدي من اكتر الابراج التقيلة، يتهم بالغرور. يعني بصوا بقى يا جماعة، التلاتة اللي بحكي لكم عنهم دولت اي حد يعرفهم من بعيد هيعتقد ان هم مغرورين، يعني هيتهمهم بالغرور، الا ان انت لما تقرب منهم هتكتشف ان هم شخصيات متواضعة جدا، مرحة قوي قوي، ملهمش اي علاقة بالغرور، بس دايما من بعيد هيبانوا مغرورين، لان هم هادين، ما بيتكلموش مع اي حد، ما بيثقوش في اي حد. الابراج الترابيه عاده ومنهم برج الجد مش بيدي ثقتهم بسهوله لاي حد، وبياخدوا وقت، يعني هو برج بطيء ان هو يتعود على الناس او ياخد على الناس. طيب عقلاني، شخص عقلاني منطقي، مستقر، ثابت، متوازن، صلب. هو شخص صلب وصعب يتغير، ولا صعب يغير رايه، هو كمان عاداته وتقاليده مش سهل تتغير، يعني هو مش بيتغير بسهوله، مش شخص متقلب، ولا هو شخص مودي على فكره، الجدي مش مودي. هادي كده، ساكت، ما بيحبش الكلام كتير، ومش بيتكلم كتير، وهتلاقيه زي العذراء برضو مع اصدقائه والناس القريبه وقرايبه بشخصيه وعيلته، ومع الناس اللي ما يعرفهمش شخصيه اخرى. دايما في البدايه يحب يسمع، هو مستمع رائع، مستمع جيد جدا جدا. بيعشق القيادة، يعني دايما هتحس انه قائد كده، بيحب يكون في البدايات، بيعشق، يعني هو مدير ناجح، رجل اعمال ناجح، مانجر ناجح جدا جدا. كتوم كتوم كتوم، يعني شخص كتوم، يعني بير اسرار، انت هتقول له السر هو اصلا مش هيتكلم فيه تاني.
هو شخص بيحترم نفسه، بيجبر الاخرين على احترامه، قليل ما بيحبش الكلام كتير. يعني هو ما بيحبش لما تيجي تتكلم معاه تقعد تديله كلام كتير، هو مش بيعشق الكلام الكتير خالص يا جماعه. برج طيب برج الجدي من الابراج اللي صعب يعترف بخطئه، يعني هو مش سهل يعترف بخطئه دايما عشان هو عنيد. يعني مش الابراج اللي دايما هتحس ان هو سهل جدا يعترف ان هو اخطا او ان هو غلطان. غير كده كمان برج الجدي من الابراج اللي صعب ان هو يحب، يعني مش بيحب كتير، مش مثلا الابراج اللي كل شويه تلاقيه بيقع في الحب وبيحب، لا هو يعني هو عشان هو شخص عملي فهو مش بيحب بسهوله، صعب ان هو يحب. ولما بيحب حد بيبقى واخد الطريق اللي هو الفورمال، يعني مثلا لو راجل جدي حب حد بيبقى على طول عايز داخل على خطوبه وجواز، ما مش بلاير يعني. اوكي برج الجدي من الابراج اللي عندها ثقه في نفسها مش طبيعيه، عشان كده هم بيتهموا بالغرور من كتر ثقتهم في نفسهم، وحاسين بنفسهم، عارفين قيمتهم، بيفكروا كتير جدا، عندهم اوفر ثينكينج. يعني دايما هتلاقي مولود برج الجدي ده بيفكر 24 ساعه في السبع ايام، على طول دماغه شغاله، على طول عنده افكار وعنده طموحات وعنده اهداف وعنده، هو طموح قوي قوي. غامض البرج الجدي مش من الابراج اللي سهل ان انت تفهمها، هو شخص غامض جدا جدا. كل ما تحس ان انت فهمته تكتشف ان انت ان هو بحر عميق كده، هو شخص عميق على فكره، ومش سطحي، وبيكره السطحيه وبيكره الناس السطحيه. اوكي برج الجدي كمان من الابراج اللي بيحب حياته العمليه قوي، يعني مش شخص كده تلاقيه مش بيحب اللعب كتير، مش بيحب، يعني هو حياته العمليه مهمه جدا، بيدي كل حاجه حقها، بس شغله خط احمر، يعني هو ما ينفعش يستغنى عن شغله، ما ينفعش يفكر، فشغله بياخد حيز كبير جدا جدا من فراغه. عشان كده لو في راجل بيفكر يتجوز ست برج الجدي، اعرف انها دايما بتبقى عايزه تشتغل، عايزه تثبت نفسها، عايزه تحقق نفسها. يعني صعب تلاقي ست الجدي من الستات اللي هي عايزه تقعد في البيت وتبقى ست بيت. برج الجدي من الابراج اللي بتعرف تتعامل مع الفلوس، يعني بيعرف يعمل فلوس، بيعرف يحوش، بيعرف ينفست، بيعرف يستثمر، شاطرين جدا جدا في الماني هاندلنج، بيعرفوا يهندلوا الفلوس. يعني ست الجدي كمان من الستات اللي هو تلاقيها مثلا شغلها وولادها نمبر 1 في حياتهم، هم مش رومانسيين قوي، يعني ده هم عمليين اكتر. يعني مثلا مش تلاقيه بيقول كلام حلو كتير، ما بيعملش، يعني راجل الجدي مثلا ما بيجيبش ورد، يعني مثلا تلاقيه مراته يجيب لها هديه عمليه، يجيب لها ساعه، يجيب لها برفيوم، يجيب لها ميك اب، يجيب لها هدوم، اما بقى ورد يا ابراهيم والشوكليت مش شخصيه برج الجدي اطلاقا اطلاقا. قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، قولوا لي فعلا شايفين الصفات اللي انا بقولها دي موجوده فيكم يا برج الجدي ولا لا، واعملوا شير كتير كتير لاصحابكم اللي تعرفوهم والبرج الجدي، ولو لسه ما تابعتونيش بليز تابعوني على السوشيال ميديا. انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ ثانيه اظبط الكاميرا عشان عماله تقع مني. طيب برج الجدي من الناس اللي دايما بيحتفظ باصحابه مده طويله جدا جدا. ازاي؟ يعني دايما تلاقي اصحابه اللي هم بتوع زمان بتوع المدرسه هم اصحابه بيفضل مستمرين معاه، فتلاقي عنده صديق او صديقين مثلا قريبين منه جدا جدا قدام قوي من زمان جدا جدا. هو دايما تحس ان هو ايه، هو مستقر في صداقاته، مستقر في علاقاته، بيحب العلاقات طويله المدى لان هو مش سهل التغيير، فبالتالي هو مش بيثق في الناس بسهوله، وبالتالي كمان عنده معارف كتير جدا بس الدايره القريبه منه عددها قليل قوي قوي، بيبقوا دايما صحاب زمان اللي هم صحاب الطفوله، صحاب المدرسه. يا برج الدلو اقول لكم الجدي من الابراج اللي دايما هتلاقيه اصحاب المدرسه مستمرين معاه، يعني بيعدي على جامعه، يعدي على شغل، هم دايما صحاب المدرسه هم الاقرب الى قلبه. برج الجدي احيانا بيحب، احيانا يحس ان هو بيتوت، يعني يحب القعده في البيت، ما بيحبش خروج كتير، ما بيحبش الزحمه، ما بيحبش الاماكن الدوشه، يحب الاماكن الهاديه، هو بيتوتي، شخص بيتوتي، بيحب الخروج بس هو يفضل الحاجات الهاديه مش الصاخبه. برج الجدي كمان من الابراج الصعب الارضاء، يعني عنده معايير عاليه جدا، ودي حاجه ليها علاقه ببرج العذراء شويه، او الابراج الترابيه من الابراج اللي عندهم بيرفكشنست شويه، بيحبوا الحاجات، عندهم هاي ستاندرد، مقاييس عاليه جدا جدا، عندهم مهارات تحليليه رائعه، هم اناليتيكال جدا جدا، يعني كل كلمه بتقولوها بتخش كده بتتحلل، لان هو عقلهم شغال 24 ساعه في ال 24 ساعه. برج الجدي هعتبره من اكتر الابراج المخلصه، وبرج مخلص جدا جدا، يعني لما بيحب حد خلاص بقى بتبقى علاقه ومدى الحياه، ما بيحبوش التغييرات كتير في العلاقات،
فبالتالي هم من الابراج اللي مش بيحبوا كتير، فبالتالي علاقاتهم بتبقى طويله المدى، بلس هم لو حبوا حد بيتمسكوا بيه، مش سهل يسيبوا، مش سهل يتخلوا. يعني مش زي الابراج الهوائيه مثلا، متقلبين كل شويه، ممكن يبقوا يفكروا في يعني مش سهل الجدي يطلق على فكره، ما بيحبش طلاق، بيحب الاستقرار، بيحب الحياه العائليه المستقره. بيختاروا علاقاتهم وصداقاتهم والدائره القريبه منهم بحكمه، هم ناس عندهم حكمه اصلا. احيانا بيحبوا الوحده، يعني هم بيحبوا احيانا يبقوا لوحدهم، بيحبوا النظام، يعني هم منظمين جدا، بيهتموا بلبسهم، انيقين، بيهتموا بشياكتهم. دايما هتلاقوا الناس بتاع برج الجدي شيك جدا، بيلبسوا حلو قوي قوي، بيهتموا بالكوزماتكس بتاعتهم، يعني بيهتموا بالسكين كير بتاعهم، بشعرهم، هم بيحبوا يبانوا بابهى صوره. عايزه اقول لكم على مفاجاه، تعرفوا ان برج الجدي من الابراج كمان اللي كل ما بيكبر في السن، يعني ستات الجدي لما بيكبروا في السن بيحلو، يعني دايما تلاقيهم ما بيبانش عليهم الكبر، ما بيبانش عليهم العجز، ما بيبانش عليهم السن. يعني هديكوا بقى امثله كتير قوي من برج الجدي. ياسمين عبد العزيز انا حاساها حلوت جدا جدا بعد ما كبرت، هي على طول حلوه بس بقت احلى. ليلى علوي، دره، مين تاني، مي عز الدين كمان على فكره جدي، مين تاني، لا في غاده عادل جدي برضو، الهام شاهين جدي، مين تاني جدي يا رشا، لا ناس كتير قوي قوي بصراحه جدي، هنا الزاهد برضو جدي. لا يعني برج الجدي من الابراج اللي دايما هتلاقيه محتفظ بشبابه برونقه. الست الجدي ست حلوه وبتحب تفضل حلوه، وتحب تبقى تشيك اليجنت، راقيه، هي ست راقيه جدا جدا. بحسها ست بيت شاطره قوي، يعني ست بيت بتعرف تهندل بيتها، تعرف تمانج ولادها، ست قياديه، ست شخصيتها قويه. رجل جدي برضو من الرجاله الشخصيات القويه العظيمه الراسيه، يعني تعمل لها حساب، ليهم حضور، يعني اينما تواجد برج الجدي تحس انت هو انت ليه هيبه كده، ليه حضور، هو من اقوى الشخصيات على فكره، من الشخصيات اللي بتحس بوجودها، اوكي، وتحس ان حضوره ليه قيمه. يعني دمهم خفيف جدا جدا، بس مع الدايره القريبه منهم، يعني الدايره البعيده كده تحس ان هم تنكين، ما بيكلموش كتير، بس مع الناس القريبين منهم تلاقيهم بيهزروا وبيضحكوا، بيحبوا الضحك وفرفوشين، بيتنططوا. فهم عندهم تو بيرسوناليتيز، بيرسوناليتي مع الاغراب وبيرسوناليتي مع الناس القريبه منهم. انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ الجدي كمان من الابراج المتحفظه، يعني تحس انهم متحفظين شويه، غيورين جدا جدا جدا. بس الست الجدي ما بينش غيرتها زي راجل الجدي، راجل الجدي راجل غيور 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 غيور. يعني انا افتكر كميه الشباشب اللي اخويا كان بيحتفى فيا علشان لبسي وانا صغيره، يعني لن انسى. اختي اسراء لما تتفرج على الفيديو ده فاكره يا سوسو موقف البلكونه. طبعا ده السين ما بيني وما بين اختي اسراء ومحمد اخويا يا جماعه، موقف البلكونه. طيب برج الجدي كمان من الابراج اللي ما بيحبش العشوائيه، هو بيحب يبقى فيه بلان، بيحب يكون منظم، ما بيحبش العشوائيه، ما بيحبش الحاجات المفاجآت. على فكره عذراء وتور كده الثلاثه دولت ما بيحبوش العشوائيه، ما بيحبوش المفاجآت، ما بيحبوش الان بلاننج، يعني لازم يبقى كل حاجه ليها بلانز. بس كده يا جماعه، برج الجدي من الابراج اللي كلنا بنحبهم، ودايما في حياتنا شخص من برج الجدي. الجدي لما بيحط حاجه في دماغه تاكد ان هو هيوصل لها، يعني هيوصل لها لان هو ادكتد للتارجت بتاعه. لما بيحط هدف بيفضل وراه لحد ما يقدر يجيب اخره. الجدي من الشخصيات اللي تقدر تثق فيها، بيعرفوا يشيلوا مسؤوليه كويس جدا جدا، بيتحملوا مسؤوليه. هو شخص انا هقول ان هو عملي، بس هم من الابراج القوية، الأبراج اللي ليها حضور فعلا. أنا بحس الجدي برج قوي قوي قوي. والناس اللي يعني دايما الناس هترتبط برج الجدي في استقرار. أنا بس لو عندي نصيحة لبرج الجدي هو إن هما يكون يبينوا عاطفتهم أكتر، يشوف their love، هما حنينين بس بينوا كده عشان الناس بتتهمكم بالبخل في المشاعر. بشكركم، قولولي الفيديو ده عجبكم ولا لأ، قولولي الصفات دي تتطبق عليكم يا برج الجدي ولا لأ. كل سنة وانتم طيبين يا برج الجدي، بما احنا في مرحلة اعياد برج الجدي، بتمنى لكم السعادة يا رب ان شاء الله بإذن الله. طيب مين الابراج اللي بتتفق مع برج الجدي؟ عذراء بيتفق معاه جدي وتور، بيتفق كمان معاه عقرب وسرطان وحوت. دولت اكتر الابراج اللي بتتفق مع، مش بيتفق خالص مع دلو، مش بيتفق خالص مع جوزاء واسد. كمان علاقة الاسد والجدي صعبة جدا، وكمان مع الحمل علاقته، بس الحمل يمكن اهدى شويه من الابراج التانيه دي، مع القوس اوف يعني. شكرا، بحبكم، واشوفكم في فيديو تاني. وكل سنه وانتي طيبه يا سلمى، كل سنه وانت طيب يا محمد، كل سنه وانت طيب يا عمر.
بحبكم واشوفكم. كمان سهى صاحبتي برج الجدي بحبك جدا جدا يا سهى. ثانك يو، باي باي. اعملوا شير كتير كتير لاي حد من برج الجدي محتاج يسمع الكلام ده، واتفرجوا على بقية الفيديوز بتاعت السهرة النهارده.